طب خليك معايا سياده المحافظ، انا معايا سياده اللواء سعد الجيوشي رئيس هيئه الطرق والكباري. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. فندم وتحياتي. اهلا بيك المشاهدين. اهلا بيك يا سياده اللواء. سياده اللواء سؤالي دلوقتي ال 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 المنطقه في ال من الدائري، دائري فين؟ المنيب. من دائري المنيب حتى المنصوريه تحت ولايه مين يا سياده اللواء؟ حضرتك يعني انا عايز اقول كلام بس ناخد فرصه بس يعني. اتفضل. عايزين نقول ان هي تحت ولايه الدوله. الدوله انا جزء من الدوله، والمحليات جزء من الدوله، ووزاره الداخليه جزء من الدوله. حضرتك الدوله كانت بتعمل جزر منفصله، كل واحد يقول لك ماليش دعوه، دي مش تبعي ومش تبعك. انا بعتبر ان انا لو ماشي في الشارع ولقيت كيس زباله انا هشيله كده احطه في مكانه. اشكرك. ده كلام ده كلام مظبوط. انا حضرتك مستعد اشيل زباله لاي حد في اي حته في مصر لو حاضر. مش هقول تبع مين ولا مش تبع مين. برافو عليك. اشكرك والله العظيم. ده انا شكرا. انا ده مصر واي طيب. اي حاجه تشوه شكل مصر طيب. انا شايلها الاثنين. لان احنا دلوقتي عندنا مشكله يا سياده اللواء، تفرقت دم القمامه والمشهد الحزين ده بين الولايات المختلفه والقبائل المختلفه. نرجع حضرتك بقى للموضوع اللي بيتكلم فيه الدكتور علي واستاذنا، وهو يعني له من الحب عندنا كلنا. موضوع الزباله اللي على الدايري دي تراكمات ايام الفوضى اللي كانت موجوده، سيادتك عارفاها طبعا، واحنا عملنا اجتماع بحضور الساده المحافظين، ويعني هيئه الطرق والكباري خدت على عاتقها ان هي تشيل المخلفات من فوق الدايري ومن تحت الدايري، واي اعتداءات احنا عملنا حمله اسمها استعاده كرامه الطريق الدايري، لان صعب علينا الطريق الدايري يتهان الاهانه دي. هو الحقيقه مهان لسه، هو احنا اللي مهانين يا سياده اللواء، مش احنا والسياح. كلنا يا فندم كلنا. حضرتك الدايري وصل لحاله مزريه جدا. طيب. ما يصحش. انا بكلم حضرتك دلوقتي من المانيا، بنجيب معدات رصف جديده وبنجيب معدات صيانه رصف طرق جديده، بقالنا اسبوعين في المانيا وامريكا. طيب. حضرتك انا والله شفت الطرق، استاذه لميس شفت الطرق في المانيا، انا بكيت. شفت بقى يا سلام. طب سؤالي بقى، علشان الطريق الدايري ده هو اللي بيعدي على، يعني احنا مواطنين خلاص اتعودنا للاسف على الزباله، لكن انا دلوقتي بدور كمان على السايح اللي جاي يزور بلدي واللي جاي. فسياده المحافظ قال انه ان منطقه المنيب الدايري المنيب المنصوريه تحت ولايه هيئه الطرق والكباري، هل هنشيل الزباله اللي عليها والردش اللي عليها ولا هنعمل ايه يا فندم؟ انا هقول لسيادتك حاجه، يعني الطريق الدايري من فوق طريق انا مسؤول عنه، في اشغالات تحت دي مسؤوليه المحليات، الانضباط على الطريق الدايري مسؤوليه الداخليه. تمام. انا فنن انا كمواطن وكرئيس هيئه انا بعتبر نفسي مسؤول تحت وفوق والانضباط كمان. مين بقى اللي هيشيل الزباله؟ مين بقى اللي هينضف لي الحته دي؟ احنا هنشيلها يا فندم، احنا هنشيلها تحت وفوق وهنشيل كل الزباله. شكرا يا سياده اللواء. طيب وليد بطوطي عايز يكلمك. ما ترجعش الزباله تاني. ما هو في قانون بقى، ما هو القانون يتطبق. انا ازاي سيبها توصل المحليات يا فندم بقى، ساعدنا ما تسيب حد. المحليات تشتغل معانا. ساعدنا بس. سياده اللواء بعد اذن سيادتك، انا عاوز اشكرك جدا على طريق سقاره اللي كنا بنعاني منه، يعني الواحد لازم يقول اللي ليه واللي عليه. حضراتكم عملتوا السفلته، يمكن لسه ما خلصتش، فاضل حته بسيطه، ولكن السفلته في طريق سقاره في روعه وجميله وتستحق عليها كل الشكر. كمل يا فندم، مش هنقول. اقول بس كلمه، فاضل كلمه اقولها لسيادتك. في ثلاث قهاوي يا فندم فاتحين، في ثلاث قهاوي على طريق سقاره فاتحين جديد، دول طبعا مش تبع المحليات ولا تبع الجيزه، دول واخدين الموافقه بتاعتهم من مدغشقر عشان بس ما نزعلش حد. انما عملوا ثلاث مطبات صناعيه يا فندم على الطريق اللي حضرتك لسه عامله، عملوا ثلاث مطبات صناعيه تاني جديده النهارده، انا مشيت عليها، انا رحت وصورتها واقدر اجيب لحضرتك الصور لو عاوز. ثلاث مطبات صناعيه جديده عشان ثلاث قهاوي على الطريق، القهوه على اليمين والقعده على الشمال والشيشه في النص. سيادة اللواء بعد إذن حضرتك، بعد ما تبعت تشوف هذه الأمور، أرجو بس أن حضرتك تراجع بس تاني الدايري كله، وتستلم من شركة مقاولين العرب تاني، وتستلم وتشوف تاني، لأنه الدايري بيتصلح ربع يوم وبعد كده في حفر. شغالين حملة أستاذة لميس، شغالين حملة بقالها دلوقتي يعني 8 أيام، إحنا مستمرين
الحمله تشمل الاتي: ازاله كل المخلفات من تحت الدايري وفوق الدايري. امتى بقى؟ انا عايز يعني سياده المحافظ قال انه اسبوع على المنصوريه، شهر على المريوطيه، وانا ملزماه امام الملايين بهذه المواعيد وهفضل وراهم. سياده اللواء امتى؟ الهيئه طرق كباري شغاله يا فندم، احنا هنخلص يوم الخميس المنصوريه، يوم الخميس بعد بكره. وحضرتك احنا بنفاجئ بان في حاجات تتغير برضه بنشيلها. ما نقبض على الناس بقى، نقبض على الناس وكده ويروحوا السجن وغرامه. فين القانون؟ احنا شغالين بدراعنا ومش خايفين، واحنا اي حد بيعتدي على اي حاجه للدوله احنا داخلين فيه كلنا وبحكم قوه القانون. شكرا سياده اللواء سعد الجيوشي رئيس هيئه الطرق والكباري.